السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا رجالة؟ عاملين ايه؟ ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة معانا سيشن نمبر 4 فيرست مانث، آخر سيشن في الشهر الأولاني مع بعض، ولسه موجودين في السكند ليرنينج أوت كام، وخدنا جزئية منه هنكمله النهاردة إن شاء الله. الليرنينج أوت كام نمبر 2 يشبه يعني في حتة كبيرة جدا الليرنينج أوت كام نمبر 1، وزي ما شرحنا المرة اللي فاتت وهنعمل تشيك عليه. ولكن قبل ما نشرح اي حاجه النهارده هنراجع الاول الكويز بتاعنا اللي حضراتكم امتحنتوه، وهنراجع الدرجات كده سريعا، يعني مش الدرجات بتاعتكم دلوقتي، هنراجع بس الاسئله الصعبه والاسئله السهله المفروض الانسر كانت تبقى ايه. هنراجع الاسئله كلها بتاعه السيشن ان شاء الله. النهارده ميعادنا مع مين؟ مع الالكتريك فيلد اند فورسز، وكنا بدانا فيها المره اللي فاتت، وقلنا ان الكونسبت بتاعتنا ما شاء الله كونسبت ضخمه جدا، مجموعه كبيره جدا من الكونسبت. تقريبا انا من وجهه نظري ده من اكبر الليرنج او كامل عندنا في الترم ده، يعني الفيرست تيرم اكبر، لان كان في داتا كتير جدا هو او كونسبت كتير جدا هو ده، ما عندناش حاجه فيها 9 كونسبت ابدا الا ليرنينج اوت كام اللي قدامنا ده. احنا كنا يعني عدينا على ايه المره اللي فاتت، بس طبعا هنعمل تشيك برضو على قلنا المره اللي فاتت، بس هفكرك احنا قلنا ايه. احنا قلنا كولم لو، بدانا بكولم على طول لو، واتكلمنا على الكتريك فيلد اند الكتريك فيلد انتنسي، وحتى ما وضحناش ايه هو الاستاتيك الكتريسيتي ده، هنوضحه النهارده وهنكمل بقى باذن الله يمكن 4 و5 و6، ممكن ده نقدر نخلصهم النهارده، ولو قدرنا نخش على 7 و8 هيبقى حاجه كويسه جدا. يعني يمكن ما يجيش بالترتيب، بس هو كده كده هيتفضل منه جزئيه صغيره هتبقى مع الليرنينج اوت كام اللي بعده ان شاء الله. يعني ممكن المره الجايه نخلص الليرنينج اوت كام ده ونبدا كمان في حته في الليرنينج اوت كام 3 على حسب ما الوقت يكفينا. طيب الكونسبت ده كنا بنذاكره منين؟ قلنا الريسورس بتاعتنا في هولت وفي سيرواي في جين كولي، ونفس الريسورس بتاع المره اللي فاتت ما غيرناش فيه حاجه لان احنا لسه في نفس الليرنينج اوت كام. طب الكويز بقى اخباره ايه؟ بص بقى يا بطل تاني، اي تو بوديز او تو تشارجز، اللي تشارج واحده بنسميها كيو 1 والثانيه بنسميها كيو 2، في بينهم وبين بعض يا اما اتراكشن فورس يا اما ريبالشن فورس. امتى بيكونوا اتراكشن؟ حد فاكر يقول معانا في البرايفت شات لو سمحت. وامتى اقول ان الكيو 1 والكيو 2 في التشارج يعني في بينهم ريبالشن فورس، يعني قوه تنافر، يعني دي بيبعدوا وده بيحاول يبعد الجنب التاني. امتى يكون في ريبالشن فورس وامتى يكون في اتراكشن فورس؟ متهيألي سهله، بس خلينا في برايفت شات احسن. ايوه، لو كانوا ايه يا شباب؟ لو كان اللي تشارج دي اوبوزيت تشارج، يعني واحده بوزيتيف والتانية نيجاتيف، يحصل اتراكشن. اما لو كانوا سيميلر، سواء بوزيتيف وبوزيتيف او كانوا واحده نيجاتيف والتانية نيجاتيف، يحصل على طول ريبالشن ويحصل التنافر. لدرجه ان في قاعده اساسيه بتقول ايه بقى؟ بتقول كده، بتقول لك لايك، وخلي بالك عشان دي مهمه جدا، لايك تشارجز، يعني التشارج المتشابهه بيحصل لها ريبل، ماشي؟ لايك تشارجز ريبل، اند ان لايك تشارجز ان لايك، يعني ان هم مختلفين عن بعض، ان لايك تشارجز بيحصل لهم اتراكت، ماشي كده يا شباب؟ يعني دي بقى من سنه الحياه سبحان الله، يعني حتى موجوده في كل الحاجات، مش التشارج بس، موجوده في الماجنت، تلاقي نورث بول وساوث بول بيحصل بينهم اتراكشن. لو نورث وساوث، نورث ونورث او ساوث وساوث، بيبعدوا عن بعض ويحصل ريبالشن. يبقى القاعده الاساسيه وانت شغال يا ريس ان التشارج لما بيكونوا شبه بعض بيحصل ريبل، لما بيختلفوا بيحصل اتراكت، ماشي؟ دي قاعده اساسيه في كل التشارج. طب سواء اتراكشن فورس او ريبالشن فورس، ممكن احسب الفورس دي بكام؟ الفورس اللي تحسب كده ايكوال كونستنت سميناه كي مالتبلايد كيو 1 مالتبلايد كيو 2، شبه القانون بتاع الماس، خلي بالك، افتكر معايا حتى لو انت كنت نايم السيشن اللي فات راجع معايا، اوفر ديستانس باور 2، ده نفس القانون بالظبط، بس بدل ما كان ماس هنا بقى تشارج، بدل ما الكونسنت كان اسمها جي، الكونسنت هنا اسمها كي، والكي دي على اسم العالم اللي اخترع القانون سموها كولوم كونسنت. والكولوم كونستنت ليها واقفه عندنا دلوقتي، ونفهمها بالتفصيل شويه، نقول شويه تفاصيل على كولوم ايه كونستنت، خلاص؟ طبعا هي الرقم بتاعها باختصار لما نختصره يبقى 9 مالتبلايد 10 باور 9، اشكر كل الطلبه، نيوتن متر باور 2 ديفايدد كولوم باور 2. الكده حكايته ايه؟ بص يا بطل، الكده طلع هو كمان بيتفك، الكي بيتفك ل 1 اوفر 4 باي ايبسلون نوت. ايه ده القانون العجيب ده؟ احنا اول مره نشوف القانون المشانكل ده. اصبر بس هتعرف كل حاجه. الكي ده يعتبر كونستنت، لكن بص هيتغير في حته. ده كونستنت فور ذا سيم ميديوم، ولا فاهم حاجه؟
الميديم يعني المكان اللي بتعمل فيه التجربه. يعني انت لو جبت تو تشارجز يعني كيو 1 وكيو 2 وعملت بينهم جرافيتيشنال فورس انسايد ووتر هيختلف التجربه لو كان في الهواء، لان الكي دي مش رقم ثابت للابد، مش زي الجي كابيتال. فاكرين جي كابيتال قلنا كونستانت اني وير في اي مكان ثابت؟ لا، الكي هنا بيختلف على حسب الميديم. لو تعمل تجربه في الفضاء يختلف انك تعملها في الهواء، تعملها في الميه، تعمل تجربه جوه زيت، الماده بتختلف. اللي بيغير بقى الكي، اللي بيغير الكي علامه جديده بندرسها النهارده اسمها ابسلون. دي بننطقها يا جماعه كلمه ابسلون نود، ابسلون والنود اللي هي زي زيرو كده، ماشي؟ طب الابسلون ده حضرته معناه ايه؟ لا، الابسلون ده معناه الكتريك، حاجه اسمها بيرميتيفيتي. الكتريك بيرميتيفيتي يعني ايه؟ الكتريك بيرميتيفيتي يعني الميديوم بيتحرك فيه الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد تقدر تتحرك جوه الميديوم بسرعه ولا بطيء. فكل ما الالكتريك بيرميتيفيتي يزيد يعني المقاومه بتاعه السرعه تزيد، فتلاقي السرعه ما تعرفش تتحرك. كل ما الالكتريك بيرميتيفيتي يقل الالكتريك فيلد بقى ينطلق ويبقى سريع جدا جدا جدا، ماشي؟ طب هقول لك رقم برضو للاحتياط. الابسلون نوت بتاع الاير او بتاع السبيس لو احنا طلعنا في الفضاء، لو الابسلون نوت ايكوالز 8.85، بس طبعا مش حفظ الارقام دي، ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 12. خلي بالك الابسلون نوت ده اصغر قيمه ليه في التاريخ هي موجوده في السبيس. يعني الابسلون نوت لو انت نقلت لاي ماده ثانيه هتلاقي الرقم بتاعها بقى اكتر من كده شويه. طب الرقم ده قليل معناه ايه؟ معناها ان اسرع الكتريك فيلد موجوده فين؟ موجوده في الفضاء. اسرع الكتريك فيلد هي فين؟ فين الكتريك فيلد في الفضاء؟ لا يا بطل، ما انت لما تكبر شويه هتعرف ان الضوء ده، الضوء اللي بيجي لنا من الشمس والستارز، هو عباره عن الكتريك فيلد بس متجمع مع حاجه اسمها ماجنتيك فيلد، فبيسموه الكترو ماجنتيك ويفز، ماشي؟ فالضوء ده بيتحرك في الفضاء عادي خالص ومنطلق ولا همه اي حاجه، مرتين ثلاثه يعني ان شاء الله. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكتريك بيرميتيفيتي، والقيمه بتاعته قيمه ثابته لكل ميديوم، يعني بيختلف من ميديوم لميديوم. يعني الابسلون مثلا لو للووتر تلاقي رقم مختلف، تلاقي مثلا بدل ما هو كده تلاقيه مثلا 7 ملتبلاي 10 باور مثلا باور نيجاتيف 4، فالرقم ده يعتبر اكبر بكتير من الرقم اللي فوق، وهكذا. طبعا ما تحفظش اي كونستنت في الدنيا الا الحاجات بقى المشهوره اللي هتكرر معاك كتير، هتلاقي نفسك لوحدك حفظتها من غير اي مشكله، ماشي؟ ده الكي. طيب الكي دي لها يونت اسمها ايه بقى؟ اسمها نيوتن زي ما اتفقنا، متر باور 2 ديفايدد كيلو جرام باور 2، والرقم بتاعها تقريبا 9 ملتبلاي، هي المفروض 8 بوينت حاجه بس خلاص 9 ملتبلاي 10 باور ايه باور 9، فده يعتبر رقم كبير جدا، ماشي؟ ايه ده؟ ده ممكن اطلعه من هنا، ده ممكن احسبه دلوقتي. ايوه طبعا انت ممكن تحسبه وانت عارف الباي 20 اوفر 7، يعني انت ممكن تحسبه على الكالكوليتر هيطلع لك بالقيمه دي. سريعا بقى اختصار اللي انا قلته بطريقه منظمه شويه واكثر يعني انضباطا. بص بقى معايا، الكتريك بيرميتيفيتي، فقايل لك في الكتب ان بيرميتيفيتي دي او بيسموها الكتريك بيرميتيفيتي القيمه بتاعتها الرقم ده 8.85 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 12. اليونت بتاعتها لو عايز تعرف فاراد بير متر، ايه هو الفراد هتعرفه بعد كده، مش لازم دلوقتي بس اعرف اليونت اسمها فراد بير متر. طيب الابسلون ده والابسلون نود ده ليه علاقه بمين؟ بالكولوم كونستنت. الكولوم كونستنت 1 اوفر 4 باي ابسلون نود، وممكن تقعد تحسبها مع نفسك، تحط الابسلون نود هنا بالقيمه دي هيطلع لك الكي تقريبا هيطلع ايه 9 بوينت مثلا 1 ولا حاجه ملتبلاي 10 باور 9، فيطلع لك القيمه مظبوطه كده كايه كابريفيشن كده واختصار. كولم له قانون بتاع كولم، هو قانون زي القانون بتاع نيوتن بالظبط بتاع الماسز، بس الفرق بدل ما كان 2 ماسز بقى 2 تشارجز، بدل ما كان جي كابيتال بقت كي، فالكي دي اسمها كولم كونستنت، والقيمه بتاعتها زي ما اتفقنا 9 ملتبلاي 10 باور 9 باليونت الجميله الاموره دي. كي 1 دي البوينت تشارج، يعني تشارج كانها نقطه، هنا تشارج برضو، والار ديستانس بتوين ذيم، كلام يعني ايه يعتبر مكرر، لسه ما اخترعناش اي حاجه جديده. واضح كده يا شباب؟ بس مبدئيا انت عارف ان في كونستنت هنا. السؤال جه فيها ازاي؟ والله السؤال لما جه فيها مباشر جدا. بصوا ده احد اسئله الامتحانات، ده احد اسئله الامتحانات وموجود عندنا في موجود في الكتب يعني. فبيقول لك ايه؟ ذا فورس بتوين ذا تو سيميلر تشارجز، تو سيميلر يعني ايه؟ يعني كيو، الاثنين اسمهم كيو والثانيه كيو. سيبك من المكتوب دلوقتي وحاول تكتبه انت الاول. الفورس هنا هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال كي المفروض، صح؟ كيو 1 وكيو 2 هتبقى كيو باور 2 عشان هما ايكوالز، اوفر ديستانس باور 2 اللي هي ار باور 2. تبص على الاختيارات تتخض، ايه المنظر ده بقى؟ هتحس ان مفيش ولا واحده نافعه.
كاتب لي هو كلام غريب ماشي، يعني ايه ممكن تفترض معايا دي اسمها A ودي B ودي C ودي D، من رأيك فين الإجابة؟ هو الموضوع أصلا كأنه بيقول لك سمع القانون أساسا، فك فك الكي، ما نفك الكي كده مع بعض عشان ما نحولش. الكي دي عبارة عن إيه؟ 1 أوفر، يبقى الـ F equals الكي دي عبارة عن 1 أوفر 4 باي إبسلون نوت. نكمل، هيبقى عندك كيو باور 2 أوفر R باور 2. دور بقى على الكلام ده، خلي بالك فيها كيو باور 2 R باور 2 الاتنين مع بعض. طيب أهي حلوة، أهي جميلة، بس استنى يا مستر، في واحدة هناك أهي. ايه ده الاتنين شبه بعض بالظبط، نفس الرول تقريبا، او يمكن اللي تحتها كمان ادق عشان فيها ايبسلون نوت بتاعت السبيس، بنشتغل دايما على السبيس. ها طب اختار اي واحده بقى، كلهم تحس ان هم صح. ايوه انا عندي اللي تشارج سيميلر تشارج، يعني ده لو بوزيتيف ده هيبقى بوزيتيف، يحصل بينهم يا بطل ريبالشن، هيحصل ريبالشن في الاجابه، هيحصل تنافر يعني، فريبالشن هنا الاجابه الصحيحه لان هم ده سيم. تمام يا شباب، انا شايف الناس بترد عليا في البرايفت شات، دليل ان هم ماشيين كويس والدنيا تمام، وده ان شاء الله هتفضل تمام على طول. خلاص كده؟ طيب في بقى حاجه بنتكلم فيها، الالكتريك فيلد والالكتريك فورس والاتراكشن والريبالشن والقصه دي، فعايزك تصحصح كده معايا في النقطه دي. بص وبص، بيحصل بينهم ريبالشن فورس، نيجاتيف ونيجاتيف يحصل ريبالشن فورس، بص ونيجاتيف يحصل بينهم اتراكشن فورس. يعني ده ممكن يفرق معايا في ايه؟ هيفرق معاك في الدايركشن يا بطل. فكده انت تقدر من هنا تحدد بسهوله الدايركشن وانت مطمن، تبقى عارف ان ايه، ان الدايركشن سهل، يبقى هنا دايركشن اوف فورس، دايركشن بتاعت الفورس اون ا تشارج، على تشارج معين، انت تشوف التشارج ده متاثر بمين، فتقدر تحسب الدايركشن بتاعته بسهوله. مش الدايركشن بس، ممكن يقابلنا كمان الفاليو، فنقدر نفهم موضوع الدايركشن والفاليو باكزامبل كده سهل، اي سهل وسريع. بص كده معايا، لو ده بص في تشارج وتحط هنا نيجاتيف تشارج وتحط لك هنا بوزيتيف تشارج، ركز بقى معايا، وده نسميه اكس، وده هسميه واي، وده هسميه زد، او نسميه كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 زي ما بتيجي في الاسئله، او خليها زي كده. بيقول لك ايه في ساعات؟ يقول لك فايند ذا دايركشن اوف نت فورس اكتنج اون نيجاتيف، قول لي الفورس اللي بتاثر على النيجاتيف فين اتجاهها. فيجيب لك في الاختيارات ايه؟ يجيب لك في الاختيارات هيقول لك الدايركشن هيكون كده، ولا هيكون يمين، ولا هيكون لفوق مثلا، ولا هيكون مايل كده شويه، ولا هيكون طالع لفوق كده شويه. عندك خمس اختيارات. فهي حاجه ممكن تكون محيره، هنسميها دي ايه وبي وسي ودي واي. خمس اختيارات هنفكر فيهم الاول وبعدين نشوف. تاني يا شباب، السؤال ايه؟ جايب لك ترتيبه كده ل 3 تشارجز، 2 بوزيتيف وواحد نيجاتيف، فعايز النت فورس اكتنج اون ذا نيجاتيف. النت فورس اكتنج اون ذا نيجاتيف اتجاهها عامل ازاي؟ يا ترى الناس هتعرف توصلها؟ هي فيها ميكانكس شويه. تمام، طب ما شاء الله، يعني في تقريبا 80% صح، 80%. تمام، بص يا شباب هنبداها ازاي، ركز بقى معايا. هنبداها الاول، انت عايز الهدف عندك مين؟ الهدف النيجاتيف، تروح مبروز كده النيجاتيف وايه ومهتم بيه شويه، تعالى يا عم نيجاتيف. انت نيجاتيف متاثر بالبوزيتيف ازاي؟ انا عندي اتراكشن فورس يعني اتجاهي كده، انا عارف ان دي كمان اتجاهها كده، بس انا هشتغل على الاتجاه اللي طالع من مين؟ النيجاتيف، يبقى ده اسمه اف 1. طب والنيجاتيف والبوزيتيف اللي تحت اتراكشن فورس، فاتجاهه كده برضو، يبقى ده الاف 2. طب كده عندي F1 و F2 الانجل بينهم 90، يبقى اكيد الفورس الريزلتنج هيبقى الخط اللي بينهم، ده اسمه ريزلتنج فورس او الاف نت، ماشي؟ فتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ليتر دي. مفهوم كده يا شباب؟ ادي النت فورس، ونشوف بعض الاسئله بالافكار دي، بس تبقى فاهم اتجاه الفورس ماشي ازاي، ونعرف كمان الفاليو بتاعته. بس دي هتحتاج مننا يا جماعه حاجه، ممكن يعني ايه لازم نحطها في الاعتبار، ازاي نطلع ريزلتنج فورس. resulting force، لان انا بفترض انك يعني ناسي بعض الحاجات فبفكرها معايا، and its direction، ازاي نطلع resulting بتاع two forces ونطلع الدايركشن بتاعتهم ازاي. بص يا بطل، لو صدفت معاك ان هما الاثنين يكونوا same direction، يعني الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، يعني كده هتبقى بالمنظر ده، هيكون مثلا عندك F1 و F2. لو F1 و F2 في نفس الدايركشن خلاص انت تعمل بلس على طول، مش محتاجه كلام. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول ان الاف ريزلتنج او اف نت هتبقى ايكوالز F1
بلس اف 2. بيتهيألي نمبر 1 دي حاجة عبيطة أوي. لو كانوا opposite direction برضو عبيطة جدا، بعمل ماينس وخلاص، الأكبر ماينس الأقل ويبقى direction مع الأكبر. opposite direction أو opposite direction forces، يعني عندي force ماشية كده وفورس تانية ماشية كده في وشها، أدي اف 1 وأدي اف 2، هتعامل معاها بقى إزاي يا رجالة؟ والله أشوف مين الأكبر وأجيب السبتراكشن اللي بينهم وخلاص. فيبقى كده هقول ان انا عشان اطلع ريزلتنج في الحاله دي الاف نت هيبقى عباره عن اف واحده منهم وليكن 2 مثلا لو هي اكبر ماينس اف ايه اف 1، ونخلي الاجابه هنا ابسوليوت، يعني الحته اللي طلعت نيجاتيف كانسل النيجاتيف، ويبقى الدايركشن مع الاعلى دايما. فلو 2 اعلى يبقى هيشتغل بالشكل ده. واضح كده الكلام يا شباب؟ طيب لو ما كانوش بقى اوبزيت دايركشن يا ريس، الحاله الثالثه لو التو دايركشنز دول بينهم من بعض انجل، يبقى ايه contains angle، يعني angle between 0 and 90 او 180. لو كان ال two forces او two vectors from same point، بادئين من نقطة واحدة، وده بقى معظم شغلنا. خلي بالك معظم شغلنا هيكون two forces from the same point. زي مين؟ زي كده f1، وهنا مثلا يكون عندك f2، وفي angle بينهم هنسميها theta. مش عارف انا قلنا الكلام ده قبل كده ولا لا، بس يعني لو حد فاكر احنا قلنا في طريقه، ماشي، في طريقه. يبقى في عندي اف 1 وعندي اف 2، هطلع اف ريزلت ازاي؟ هطلع الاف ريزلت او الريزلت او النت فورس في الحاله دي عن طريق حاجه اسمها كوزاين رول. لو انت مش عارفها لو سمحت اعرفها. سكوير روت، هنعمل كده سكوير روت لاف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2، بغض النظر بقى F1 كام و F2 كام، ممكن مختلفين او متساويين عادي، بلس 2 مطبلايت F1 مطبلايت F2 مطبلايت كوزين ثيتا. معرفش انت خدت الرول ده لا، متهيألي درستوه قبل كده يعني، بس لو ما عداش عليك لا قدر الله في اي سبب اعرفه، ده اسمه الكوزين رول. تعرف منه القيمة بتاعة ال F نت على طول وانت مغمض. طب عرفت القيمة، فين الدايركشن بقى؟ الدايركشن بيكون between them، بتكمل الرسمة باراليلوجرام، يعني الرسمة دي تكمل على هيئة باراليلوجرام، ويبقى الدياجونال الخط اللي في النص ده هي الاجابه، ده يكون الاف نت، ماشي، ده الدايركشن بتاعته. يبقى الاف نت اقدر اطلع الدايركشن بسهوله. طب افرض الانجل كانت 90، يعني لو افترضنا بقى ان الانجل دي بالذات المره دي 90، عادي يا عم والله ولا يخضك، ادي اف 1 وادي اف 2 واشتغل ب 90 عادي. طب هيطلع ايه يا مستر؟ ما انت كوزاين 90 بيطلع زيرو يا معلم. فتلاقي ايه؟ تلاقي الاف نت في الحاله دي طالع لك سكوير رود ل اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2، بس الحته الاخيره دي طارت. طب ما هو ده بايثاغورس ثيرم، بايثاغورس ثيرم هو ده، بايثاغورس ثيرم حته من الكوزاين رول، يعني جزء من الكوزاين رول بيسموه سبيشال كيس اوف كوزاين رول، ماشي كده؟ يعني الكوزاين رول ده أأمن كده ليك انك تستخدمه على طول. وطبعا لو كان 90 ديجري وكملت الرسمه كده برضه كملتها كانها ريكتانجل بقى او سكوير على حسب، ده هتبقى الاف نت بالحاله دي، ماشي كده يا شباب؟ في مشكله في الكلام بتاع الماث ده الاول بتاع الفيكتورز دي، عشان هنتعامل بيها دلوقتي وعايزين نحل عليها اكزامبلز، فمش عايز احل وانت عندك مشكله. خلاصه بقى اللي احنا قلناها يا رجاله، ايه الخلاصه؟ الخلاصه كالاتي، اللي احنا قلناه المره اللي فاتت فاكرين؟ فاكرين التيبل ده؟ نفس التيبل بتاع المره اللي فاتت. مراجعه سريعه لنا كام 1 و 2 مع بعض. نيوتن لو بيبقى اتراكشن فورس اونلي، لكن الكولم فورس ممكن يكون اتراكشن او ريبلشن، وقلنا الكلام ده قبل كده. نيوتن فورس بيكون القانون بتاعه بالمنظر الجميل ده، جي ام 1 ام 2 اوفر ديستنس باور 2، لكن هنا مكان الجي تبقى كي. الجي اسمها ايه؟ يونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت، اما الكي كولم كونستنت. ولو سمحت اعرف ان هي بتعتمد على الميديم، يعني الكي هنا مش ثابته، مش هقدر اكتب الملحوظه دي، بس تبقى عارف ان الكي هنا بتتغير على حسب الميديم، لكن الجي ما بتتغيرش على حسب الميديم. ليه بقول لك كده؟ في سؤال جه في الامتحانات عندنا في ستيم من سنتين تقريبا، قال له ايه؟ قال له الاكسبيرمنت بتاعت الجرافيتيشنال فورس اتعملت تحت الميه، الجي الاف هتزيد ولا هتقل؟ الجرافيتيشنال فورس ملهاش علاقه بالميه، لان الجي هنا يونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت، رقم ثابت في اي مكان، ثابت في الميه وثابت في الهواء. لكن الكلام ده لو قال لك التجربه بقى اتعملت في الميه للكولوم فورس، لا هيتغير بقى يا بطل. ليه؟ لان الابسلون بتاعت الووتر هتبقى اعلى والكي هتبقى اقل، فيقلل الفورس وتلاقي الكولوم فورس قلت، ماشي؟ يبقى تاني، لو الاكسبيرمنت بتاعت الكولوم فورس اتعملت في اي مكان غير الهواء، هتلاقي على طول الاف تقل، الفورس قيمتها تقل.
طب الفورس كانت M equal mg اللي هي الويت M mass multiplied gravity هنا equal Q multiplied E وانا هركز على دي دلوقتي وركز معايا مين الإي هنا؟ الجي كان اسمها gravitational field intensity جي سمول الإي كابيتال دي اسمها electric field intensity الإي كابيتال دي بنسميها ايه يا جماعة؟ electric field intensity ممكن نجيبها لك في جنب لوحدها في قانون ونجيب برضو في جنب في قانون لوحدها يطلع المنظر الجميل ده ان جي سمول عبارة عن force over mass شيل الفورس هتبقى القانون كده الالكتريك برضو فيلد انتنسي فورس اوفر تشارج مش مثل المرة دي شيل بقى الفورس هيطلع لك كي مالتبلايد كيو ديفايد ديستانس باور 2 ده يقدر تحسب منه الالكتريك فيلد خلي بالك الالكتريك فيلد ايه انتنسي بصراحة معظم الاسئلة بيقولوها الالكتريك فيلد ويخلصوا يعني بيريحوا نفسيهم اليونت بتاعتها نيوتن ديفايد كولم اما الجي نيوتن ديفايد كيلو جرام او تنفع متر بير سكند سكوير دي تنفع عليها 2 يونتس لكن هناك هو يونت واحده بس الكتريك فيلد انتنسي بتبقى ليها يونت واحده فقط مش كده يا شباب طيب انا هسجل الحته دي ركزوا معايا طيب وبعدين عايز اطلع الجي الجي بتتحسب ازاي الجي عند النقطه دي ماشي فورس ديفايدد الماس الصغنطوطه يعني انا بحسب الجرافيتي عند النقطه دي يبقى الماس الصغنطوطه ايكوالز الاف بقى لما تتفك تبقى جي كابيتال ماس سمول ماس كابيتال divided distance power 2 وكل ده في الاخر divided مين m small فتلاقي ال m small راحت مع ال m small فيبقى دلوقتي ال m دي غير ال m دي ال m اللي تحت دي بتاعت ال object نفسه مش بتاعت ال ايه ال earth هنا بتاعت ال earth ماشي الكلام ده برضه هينطبق على كل الباقي بعد كده وهي في الاسئله هتبان بعد شويه هتبان احنا شغالين على ايه بالظبط بحيث ما تحسيش باي مشكله electric field intensity لمين للobject ده يبقى استخدم الكيو بتاعت الاوبجكت ده هنا لو ده الايرث لو دي الماس بتاعت الايرث اللي هي ام بتاعت الايرث وعندي نقطه بحسب فيها الجرافيتيشنال فيلد انتنسي برضو بحسبها بالنسبه للماس بتاعت الايرث مفهوم يعني دايما الماس اللي هنا في القانون ده اسمها اكسترنال ماس الماس الخارجيه اللي جايه لي من بره المؤثره على النقطه نفسها ماشي ساره لسه برضو ولا ايه طب بص يا ساره هي مع الاسئله هتتضايق تستوعبيها اكتر يعني كل ما الاسئله تزيد هتستوعبها اكتر عشان كده احنا عايزين نحل ايه عليها فكره من ضمن الافكار برضو ان شاء الله ماشي طب مش عارف بقى نحل سؤال صعب ولا نحل سؤال سهل ربنا يستر نحل سؤال من الاسئله الجامده ماشي ركز معايا يا شباب في السؤال ده ان شاء الله هتفهموه وتبقوا شطار جدا فيه بيقول لك ايه four charges are at the corner of squares كويس يعني المسافات دي كلها قد بعض المسافه دي قد دي قد دي قد دي ممكن تسميها ار مثلا ودي برضو ار كلها ارات ماشي وبيقول لك بي اند سي ان ذا اوبوزيت ان ذا اوبوزيت كورنر ماشي احنا عارفين احنا شايفين ايه وبي وسي ودي اوبوزيت كورنر بس البي هنا بوزيتيف 1 والسي بوزيتيف 1 التشارج بتاعت اي اند دي مالهم الاثنين ار ذا تو كورنرز اند هاف ذا سيم او ايكوال تشارج يعني هم قد بعض بالظبط نفس القيمه وطالما ايكوال يعني نفس القيمه نفس التشارج يعني بوزيتيف نيجاتيف هتبقى نيجاتيف ماشي بيقول لك وايل بي اند سي هاف اي ذا تشارج بوزيتيف 1 خلاص هو مكتوب اصلا على رسمه هنا في بوزيتيف وهنا في بوزيتيف اما الاي والدي لسه مش عارف واز ذا تشارج اون اي عايز التشارج بتاعت مين بتاعت اي اللي تخلي الفورس عند بي ايكوال 0 اللي تشارج بتاعت ايه انا ما اعرفش يا بوزيتيف ولا نيجاتيف بص على الاختيارات كده كلهم نيجاتيف خلاص كده يبقى على الاقل انا عرفت ان هنا ان دي هتبقى نيجاتيف يبقى اكيد اللي تحت دي هتبقى نيجاتيف برضه يبقى التوزيعه بقت ازاي التوزيعه بقت الاتي هرسم لكم التوزيعه على جنب كده وركز معايا هنا بوزيتيف تشارج وهنا نيجاتيف تشارج وهنا نيجاتيف تشارج وهنا بوزيتيف تشارج يبقى انا عرفت منين عرفت من التشوز كمان موضوع الاكوليبرم هنا هيحتاج نيجاتيف عشان يحصل اكوليبرم يبقى التوتال بتاعتي بزيرو طب المسافات اخبارها ايه احنا اتفقنا المسافه دي هتبقى اسمها ار ودي ار ودي ار ودي ار هو عايز يحسب الحسبه كلها عند مين عند بي خلي بالك اللي تشارج التوتال او النت فورس يطلع زيرو عند بي النت فورس يطلع زيرو عند بي طيب بص هنبدا ايه ركز بقى معايا وان شاء الله هتلاقيها سهل هتمسك الاول البوينت او التشارج بتاعت اللي هي بي وتشوف هي متاثره بانهي فورس بالظبط البي متاثره بالنيجاتيف اللي هناك دي ففي اتراكشن فورس يبقى ده اول فورس اسميه اف عايز اسميه اف 1 نسميه اف 1 بين البوزيتيف والنيجاتيف اللي هناك ده في اتراكشن فورس برضو بس لازم يكون قد دي هيبقى اف 1 ليه قد دي
عشان التشارج دول قد بعض ونفس الديستانس بالظبط، يبقى الفورس 1 قد الفورس 1. بس استنى يا مستر، في مشكله، في بوزيتيف وبوزيتيف هنا. ايوه ده مين بقى؟ ده ريبالشن فورس، يعني اتجاهه كده هيحاول يبعد عن التشارج اللي هنا دي، فاهمين يا جماعه؟ في ريبالشن فورس دي هسميها اي حاجه، اسميها اف 2. بقى عندي اف 1 واف 1 واف 2. توزيع التشارج فيها مشكله عند اي حد؟ يبقى التشارج دي يا شباب اللي هي البوزيتيف او البي اللي هي بوينت، بوينت بي، متاثره بثلاث حاجات، ثلاث اتجاهات، في اتراكشن فورس هنا واتراكشن فورس هنا، في ريبالشن فورس بينها وبين الراجل اللي هنا ده، بين الاثنين دول في ريبالشن فورس وشويه تنافر بينهم وبين بعض. دي التوزيعه بتاعتنا، ماشي؟ تمام، حد حلها بسرعه يا مستر، طلعت ايه؟ 0، هيطلع نيجاتيف 0.5. هقول له يبقى انت استعجلت، صدقني استعجلت. اي حد هيستعجل هيطلعها 0.5، هو اكيد طبعا حاططها لك كده، منقيها لك عشان انت تروح ايه واقع فيها. هي مش هتطلع 0.5 بقى، وما تقوليش ازاي، عشان بص احنا عايزين نطلع التوتال يطلع 0. عارف يعني ايه التوتال يطلع 0؟ يعني يحصل ايكوليبرم. عارف يعني ايه يا بطل؟ يعني ده لما تعمله ريزولفنج لاكس اكسس او واي اكسس يبقى قدام اللي قصاده بالظبط. مش فاهم. بص يا بطل ركز بقى معايا كده، مش الاف 2 ده انكلايند فورس، فورس مايل؟ هل انت عارف ان اي انكلايند فورس ينفع يحصل له ريزوليوشن على اكس اكسس واي اكسس ولا مش عارفين؟ يعني ده لو فورس كده، ودي اسمها ثيتا. الفورس هنا بيأثر في اتجاه الاكس اكسس بقيمه او بفاليو عباره عن فورس مالتبلايد كوساين ثيتا. الناحيه الثانيه هتبقى فورس ساين ثيتا. طب ساين ولا كوساين؟ على حسب الاقرب، الاقرب يبقى كوساين والابعد يكون ساين. ماشي كده يا شباب؟ متهيألي الكلام ده دارسينه صح؟ تمام، نرجع بقى للسؤال. يبقى دلوقتي انا هعمل ايه؟ هجيب الفورس دي واعمل لها ريزولفنج لاتجاهين، اتجاه الاكس اكسس واتجاه الواي اكسس. بس انا مش هقدر اعمل كده الا ما اعرف الانجل. لا الانجل معروفه يا ريس 45. عرفت؟ عشان ده سكوير. ده سكوير والانجل دي هتبقى قد دي بالظبط، ده 45 ديجري برضه. خلاص؟ يبقى الفورس هنا اللي هي الاف 2 هيبقى قيمتها اف 2 كوزاين مين؟ كوزاين ثيتا. وهناك اف 2 ساين ثيتا. بصراحه بقى انا مش محتاج كل الفيلم الهندي ده. انا محتاج اساوي ده القيمه دي بده وخلاص، لما تساويهم ببعض هتحل المساله. طب ليه اساويهم؟ عشان هو قال لي التوتال زيرو، يعني هنكنسلوا بعض، الفورس في الاتجاه اليمين والشمال لازم يكون ايكوالز، واللي فوق على فكره يكون قد اللي تحت برضه عشان يكنسلوا بعض هما كمان. يعني هتبدا المساله من الحته دي، هقول ان اف 1 ايكوالز اف 2 كوزاين ثيتا. طب يا مستر ممكن اقول لك برضه العكس، اقول لك اف 2 ساين ثيتا ايكوال اف 1 من هنا. ايوه صح، ما هي ساين ثيتا وكوزاين ثيتا هنا ايكوال، لان ثيتا هنا بكام؟ ب 45، فالساين والكوزاين بنفس القيمة. يبقى كوزاين 45. هنبدأ نحل من هنا. طب لو عندك مشكلة اصبر بس للآخر وهكررها تاني، بس اصبر كده للآخر عشان نخلصها صح. طب ما نجيب بقى F1 أصلا بكام؟ F1 مش هي فورس بتوين تو تشارجز؟ خلاص يبقى عبارة عن K. K المفروض K1 مالتبلايد K2، واحدة منهم بإيه؟ واحدة منهم ببوستيف 1 والتانية مجهولة هسميها Q. يبقى كيو مالتبلايد 1 يعني كيو برضه. خلاص اوفر ديستانس باور 2، انا افترضت الديستانس اسمها ار اللي هي المسافه دي سميناها ار. خلاص كده اف 1 خلصت. اف 1 نشوف الاف 2. الاف 2 هي فورس بين مين ومين؟ الاف 2 بين البوزيتيف 1 مع البوزيتيف 1 اللي هناك، يعني هتبقى كي مالتبلايد 1 مالتبلايد 1 ملهاش لازمه. اوفر ديستانس باور 2 هي دي المشكله بقى، الديستانس من هنا لحد هنا كام؟ هستخدم بايثاغورس ثيرم هعرف ان هي ار روت 2. ماشي كده؟ هيبقى ار روت 2 باور 2، يعني هتبقى 2 ار باور 2. ماشي كده يا شباب؟ دي بقى دي اف 1 ودي اف 2. معلش هرجع للحته بتاعت ار روت 2 عشان لو حد ايه لسه ضايع شويه في الماث يكون عارف المعلومه دي. لو دي ار ودي ار لازم دي تبقى ار روت 2، دي قاعده اساسيه بس بشرط. الكلام ده صح امتى؟ الانجل تبقى 90 والتو سايدز يكون ايكوالز. لو الانجل 90 والتو سايدز ايكوالز هيبقى الثيرد سايد او الاسم هايبوتنس هيبقى ار روت 2. عايز بقى تحسبها بالبايثاغورس ثيرم باي حاجه هيطلع لك كده صح. ماشي؟ معلش انا كل شويه برجع للماث، لو انت ناسي حاجات الماث بفكرك بيها. يبقى تاني الاف 2 عباره عن ايه يا شباب؟ الاف 2 هي فورس بين مين ومين؟ بين البوستيف هنا والبوستيف اللي هنا. هي ريبالشن فورس بس القيمه بتاعتها عباره عن ايه؟ تشارج 1 اللي هو 1 مالتبلايد 1، طبعا مالتبلايد كونستنت، يعني المفروض اكتب هنا 1 مالتبلايد 1 بس انا شلتها ملهاش لازمه. اوفر ديستانس باور 2 واللي فوق برده كان المفروض كيو مالتبلايد 1، ال 1 ملهاش لازمه.
كده طلعت اف 1 واف 2. نعوض بقى يا بطل، عوض معايا. الاف 1 هتبقى ايه؟ كي كيو اللي انا عايز اعرف كام اوفر ار باور 2 ايكوالز كي اوفر 2 ار باور 2 بس ملتبلايد كوزاين 45. على فكره كوزاين 45 بالمناسبه 1 اوفر روت 2، يعني عشان يعني لو انت مش عارف. او ينفع تقولها تقولها ايه؟ روت 2 اوفر 2، هي هي روت 2 اوفر 2 هي 1 اوفر روت 2. كده بكل بساطه كانسل الكي دي مع الكي، وكانسل الار باور 2 مع الار باور 2، وتقريبا المساله خلصت. احسب بقى الكيو يا ريس، يبقى الكيو بالنسبه لي ايكوالز ايه؟ ايكوال 1 اوفر 2 روت 2. احسبها على الكالكوليتر بقى بالظبط، 1 اوفر 2 روت 2. اعتقد والله اعلم هيطلع ايه يا شباب؟ هيطلع الاجابه بتاعتنا سي، صح؟ هتطلع الاجابه سي، هتطلع 0.35. ده القيمه، بس طبعا احنا اتفقنا ان هو نيجاتيف، فهختار الاجابه بتاعتنا هتبقى 0.35. ماشي يا شباب؟ طبعا بحسبها على الكالكوليتر. حد بيقول لي لا يا مستر هتطلع دي، مش عارف، ممكن تتاكدوا انت من الكالكوليتر تاني؟ حد معاك كالكوليتر يتاكد؟ تاكد يا فتى. لا طلع سي، يبقى حد هو اللي غلط. حد يقول يا مستر لا مش طلع سي، لا طلع سي. جرب تاني 1 اوفر 2 روت 2، 1 اوفر 2 روت 2 هتطلع معاك 0.35 كولم، طبعا مليون بتاعت التشارج. سريعا كده انا عملت ايه في السؤال ده؟ عشان ده من الاسئله اللي يعتبر ايه اللي هينتشر معاك وانت بتحل، بس هتلاقي بعد كده حاجات اسهل سنه. ده من اصعب الحاجات، لما يكون اربعه مع بعض اصعب، لكن ممكن تلاقيهم ثلاثه بس متنظمين بطريقه معينه بيبقى ساعات اسهل، وهنشوف دلوقتي بعض الاكزامبلز. الفور دول هو قال لي طلع لي لو سمحت الايه، ان النت فورس عند بي ايكوال زيرو. فانا مسكت بي بقى وايه اشتغلت عليها، على النقطه دي اشتغلت عليها، لقيتها بتتاثر هنا الاتراكشن فورس في الجنب ده، واتراكشن تحت، وريبالشن هنا في الناحيه دي. عشان يحصل ايكوليبرم ده معناه ان الايه، ان النت فورس في الاتجاه الاكس اكسس زيرو والواي اكسس زيرو. فانا اشتغلت على الاكس اكسس بس، لقيت عندي الاف 2 هنا هتبقى قيمتها على الاكس اكسس اف 2 كوزاين ثيتا. يبقى الاف 2 كوزاين ثيتا كاكس اكسس هتبقى هتساوي الاتجاه العكسي اللي هو اف 1. سويتهم ببعض وبدات افك اف 1 وافك اف 2 على حسب القوانين بتاعت كولومز لو، ولقيت لقينا المنظر الجميل ده. كنسلنا الكي مع الكي والار باور 2 مع الار باور 2 عشان هي كده كده متكرره في الرول، ولقينا ان الكيو ايكوالز 1 اوفر 2 روت 2 طلعت 0.35. طب الناس اللي غلطت طلعت 0.5 غلطت ليه؟ عشان نسي الكوزاين دي. اللي هينسى الكوزاين دي هيطلع الاجابه 0.5، مفهوم كده؟ هتبقى الغلطه دايما هنا. من كتاب هولت، يا هولت، حتى هولت برضو شغال معانا. ده هولت بقى جاب مساله معقده اللي هي المساله دي، وعايزك تركز لي فيها كده. وهو بصراحه هولت عمل لها حل تفصيلي، بس الحل بتاعه طويل جدا، قعد 3 صفحات يحل فيها. احنا ان شاء الله هنحاول ندبها في الحته الصغيره دي، فركز كده معانا. بيقول لك consider 3 point charges at the corner of the tree of triangle، اللي هو triangle قدامك. يبقى المره دي هم triangle يعني 3 بس، فالموضوع اسهل، المفروض يكون اسهل سنه يعني. بس هو مغلس، جايب ارقام رخمه، جايب كي 1 ب 6 مالتبلاي 10 باور نيجاتيف 9 كولوم، وكيو 2 2 مالتبلاي 10 باور نيجاتيف 9، يعني ارقام غبيه شويه، وكيو 3 ايكوال كذا. يعني اول حاجه هو الثلاثه مختلفين عن بعض، الارقام كلها مختلفه، فدي بتصعب الدنيا شويه، بس بصراحه الترتيب ده هيريحنا واحنا شغالين. فايند ذا ماجنتيود اند دايركشن اوف ريزلتنج فورس ات كيو 3. هنا بقى حاجه مختلفه خالص، عايز تطلع الريزلتنج فورس عند وانت واقف عند كيو 3. فانت تروح واقف نفسك عند كيو 3، تعالى عند كيو 3، انا متاثر بكام فورس؟ هنرسمها كده على جنب يا جماعه عشان ايه نشربط براحتنا. ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف، وهنا المفروض في الحته دي في ايه؟ في بوزيتيف تشارج. انا هدفي مين؟ هدفي ده. هو بيتكلمنا على يا جماعه بركز على، لازم النقطه اللي بركز عليها ده كيو 3. اروح سائل نفسي كيو 3 متاثره بكام فورس؟ باتنين. متاثره بديب اتراكشن فورس كده، اسميها اي اس، تيجي نسميها اف 1. متأثرة فورس بس ايه؟ ريبالشن فورس، يعني نفس الخط كده، ريبالشن فورس نفس الخط بتاع التراينجل. هسمي ده الاف ايه؟ هسمي ده الاف 2. الاسامي بتاعتي اسهل شويه من الاسامي بتاعته دي، يبقى اف 1 واف 2. عايزين نجيب ريزلتنج من الاثنين دول يا ريس، نطلع القيمه كام؟ مش هو عايز يطلع ريزلتنج بس؟ اول حاجه احاول اطلع الاف 1 بكام والاف 2 بكام، ولو انا شاطر بقى قوي وراجل بقى جامد قوي احاول اشوف الانجل دي قد ايه. لو عرفت الانجل دي قد ايه الموضوع خلص. يا مستر هينفع طلع الانجل دي؟ عشان اطلع الاف نت محتاج سكوير رود، الاف 1 سكوير
بلس اف 2 سكوير، يبقى لازم اعرف الاف 1 بكام والاف 2 بكام. بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين ثيتا. الثيتا هنا هي الانجل بين التو فورسز، اي انجل بقى، اي انجل. يعني مثلا لو قلت لك خط كده وخط كده وفي هنا انجل فورس كده، لو انت اشتغلت على الانجل دي صح، اشتغلت على الانجل دي هي هي، عارف لو اشتغلت على الانجل دي هتطلع صح برضه، ما هو كوزاين، فالكوزاين بتاع الانجل دي قد الكوزاين بتاع الانجل دي، فمش عايزين نخسر بعض على حاجه ايه هايفه يعني. ماشي، اشتغل يا عم على الانجل الاصغر عشان ما تتلخبطش. هنشتغل على 37. طيب انا كده ايه اللي عندي؟ الانجل عندي 37 خلاص. هو انا لو ما كانش عندي 37 كنت اعرف احسبها؟ ايوه كنت تعرف تحسبها حضرتك. الانجل تقدر تحسبها من تان مثلا ثيتا ايكوال اوبوزيت اوفر هايبوتنس اللي هي 3 اوفر 4، هتطلع تقريبا 36.8، هنقول عليها 37. طب فين الاف 1 وفين الاف 2؟ مش عارف. كويس، شكرا يا فايق. قول كده، قول لنا 5.625 كام من الاول؟ 5.625 تايمز 10 بار نيجاتيف. طب عايزين نبسطها شويه، 5.7 مثلا تايمز 10 بار 6. ماشي، لا 5.6 تايمز 10 بار نيجاتيف 9. ماشي، يبقى 5 خليها 0.7 معلش، 10 بار نيجاتيف 9. التاني حسبتها ولا ما جاتش معاك؟ حسبها خلاص، مش مشكله. هي طبعا خلاص هتعرف، هتعرف كله كاميرا بالكالكوليتر طالما كتبت الارقام صح، المفروض ان شاء الله يطلع الاجابه صح، مش حدش يغلط فيها كتير يعني. واحد كتبها لي 1.7 مطلوب لي 10 باور نيجاتيف 9. ماشي خلاص مصدقك، 1.7 مطلوب لي 10 باور نيجاتيف 9. طبعا الرقمين دول هيتحطوا بقى في الايه، في الرول الكبير ده، هيطلع لك النت ايه، النت فورس عباره عن ايه. اوكي طيب، نكمل بقى يا شباب المسيرة، نكمل المسيرة بتاعتنا. conservation of electric charge، بصراحة يعني مش حلوة قوي conservation of electric charge دي، المفروض كنا ناخدها بعد number 5 اللي هي repulsion and attraction of electric charges، بس عادي احنا هنمشي بالترتيب اللي هم كاتبينه مش مشكلة. شكرا يا بطل. فاحنا دلوقتي يا شباب هنشتغل الجزء بتاع ايه، conservation of electric charge الاول، لو هو نفس الترتيب بتاع الكونسبت، هو ترتيب برضه مش فظيع يعني، بس هي ينفع تفهم. اولا كلمه conservation of electric charge بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان number of charges loses لازم يطلع equals number of charges gains. يعني لو عندي two objects، واحد فقد charge واحد خد التشارج، اكيد اللي فقد قد اللي اكتسب، مفيش عندنا charge بتضيع في السكه يعني. يعني ليه تشارج حد فقدها يبقى تاني اكتسبها. يعني في الاخر كده ان التشارج محدش يقدر يعملها من البشر، ما تقدرش تعمل تشارج، ما تنفعش تخلق تشارج. انت يا دوبك بتنقل تشارج من مكان لمكان، تنقل الكترون من مكان لمكان، فالمكان ده يبقى نيجاتيف والمكان اللي طلع منه الالكترون بنسميه بوزيتيف، وخلاص ادي القصه كلها. يعني انت ما عندكش حاجه اسمها بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج في الحقيقه الا عن طريق ترانسفير اوف الكترونز، فكده يبقى النمبر ثابت. يبقى اي بوزيتيف في الدنيا لازم يكون قصاده نيجاتيف. لو في عندي بوزيتيف كتير في حته يبقى في نيجاتيف كتير في مكان تاني، ماشي كده؟ وكأن بقول لك ايه يا بطل، ان انت لما تحط التشارج على بعضهم كلهم لازم يطلع نيوترال، او لازم يطلع التوتال كله يطلع زيرو عشان في شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف. فبيقول لك في ساعات بطريقه تانية يقول لك حاجه اسمها ايه، سميشن، يقول لك سميشن اوف توتال تشارج، توتال تشارج لما تيجي تجمعهم مع بعض لازم يطلع في الاخر كام؟ بيطلع زيرو، لان البوست في الدنيا دي كلها قد النيجاتيف. كان ربنا خلق سبحانه وتعالى خلق كل الكون اصلا نيوترال متعادل، في بوست قد النيجاتيف، انت بقى حركت بوست من الكترون من حته من مكان لمكان، فبقى في شويه بوست وشويه نيجاتيف عشان خاطر التنقل اللي حصل ده. طب ممكن نقول على مساحه بسيطه جدا، ركز كده معايا في الرسمتين بتوع ايه، بتاع سيروي دي. قال لك ايه في سيروي؟ قال لك لو انت عندك مجموعه من البوزيتيف تشارج هنا وليكن 1 2 3 4 5، ماشي، دول كام؟ دول 6 تشارج، ودي نيوترال. نيوترال على فكره يعني فيها بوزيتيف ونيجاتيف قد بعض، مش معناها ما فيهاش، بس هو مش راسم يعني، مش راسم اي حاجه متميزه، يعني البوزيتيف ايكوال نيجاتيف، فايه، فكده كان نيوترال ما فيهوش اي تشارج زياده. لما وصلنا ميتال، الميتال ده بيعمل كوندكتيفيتي، بيوصل التشارج، فبيعمل ايه بقى يا بطل؟ بيخلي لك الجنب ده بوزيتيف زي ما الجنب ده ما بوزيتيف، بس بيوزع التشارج عليهم، فكان البوزيتيف تشارج اتزحزحت في الجنب ده، بقى عندي بوزيتيف 3 وبوزيتيف 3، يبقى المجموع ثابت. المجموع ثابت يعني ما ضاعش ولا اي حاجه، يعني انت ما جبتش تشارج من الشارع،
انت جبت تشارج في مكان نقلتها مكان تاني. لو عملت الكلام ده على انزوليتور ماده عازله زي الخشب مثلا، لا هيفضل هنا البوست في تشارج زي ما هي، ودي نيوترال زي ما هي، بس برضو التوتال في الجميع ثابت. يعني التوتال هنا كان 6 تشارجز، هنا التوتال 6، هنا التوتال 6. ده الفكره ان التوتال دايما بيكون ايه، بيكون كونستنت. او اقول نمبر اوف لوزز ايكوال نمبر اوف جين، اللي انت فقدته قد اللي ايه اللي غيرك اكتسبه، لازم يكونوا قد بعض بالظبط. ده اسمه لو كونزرفيشن اوف الكتريك تشارج، عامل زي لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. لو انت فاكرين في سنه اولى انت درست حاجه اسمها لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، وقالوا لك ان الانرجي بتتحول من شكل لشكل لكن ما بتخلص. ولا حد يقول لك ينفع اعمل لك انرجي من الهواء كده او من لا شيء، يعني حتى الهواء يعتبر شيء، يعني ما ينفعش اجيب حاجه من العدم كده اقول لك اطلع منها انرجي. لا، الانرجي بتطلع من الانرجي قبليها. لا، الانرجي neither be created nor destroyed. التشارج كده neither be created nor destroyed. الانرجي مش هينفع تخلقها ولا ينفع تخليها تندثر، والكلام ده كله على مستوى البشر، لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه احكام مختلفه. ماشي. يا رب الدنيا تكون واضحه كده للناس ومحدش عنده مشكله. المهم، طيب بص يا بطل، حاجه كمان احنا لسه قايلينها، موضوع ريبالشن اند اتراكشن اوف الكتريك تشارج دي مش محتاجه بقى تكرار تاني. نيجاتيف مع نيجاتيف يحصل ريبالشن، بوزيتيف مع بوزيتيف يحصل اتراكشن. هتلاقي الدنيا ايه، نكتبها ازاي؟ قلنا نكتب لما يكون عندك بوزيتيف تشارج وبوزيتيف تشارج يحصل ريبل، لما يكون بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج بيحصل اتراكت، فالاتجاهات بيبقى بالشكل ده. لما يكون عندك نيجاتيف تشارج ونيجاتيف تشارج يحصل ايه، يحصل ريبل برضو. والريبالشن فورس هتعتمد على قيمه التشارج والمسافه اللي بينهم. فكده كده هنقول ايه، هنقول ان الريبالشن بتحصل او التنافر بيحصل مع لايك تشارج، لايك تشارجز اللي احنا كنا بنعمل شويه لو فاكرين. والريبالشن بتحصل او الاتراكشن بيحصل مع الانلايك تشارجز. الانلايك يعني مختلفين، ماشي، تشارجز هيكونوا بيحصل بينهم اتراكت، ودي قاعده اساسيه ممكن بقى تعتمد عليها في معظم الحاجات. ولكن بص بقى معايا بطل، ازاي اصلا نخلي ماده بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج في موضوع الالكتريستي، ماشي، في موضوع الالكتريستي. هرجع كده خطوه كده من الاول خالص، والناس بقى ايه تسمي لها كده وتركز لي كده شويه. ماشي، الالكتريستي عموما بقى يا شباب، الالكتريستي اللي احنا عاملين ندرس فيها دي او انت درستها قبل كده، ايه حكايتها؟ قال لك الالكتريستي اصلا نوعين، يعني في نوعين من الكهرباء موجودين في الدنيا دي كلها. في كهرباء اسمها ستاتيك الكتريستي، ستاتيك يعني ساكنه كده وهاديه، ونوع تاني اسمه دايناميك، دايناميك يعني متحرك. ماشي، الستاتيك ده معنى كلمه ستاتيك الكتريستي معناها تراكم للتشارج، بيسموها كده اكيوميليشن، اكيوميليشن اوف الكتريك تشارجز، وتجمع دايما عند الانزوليتور، اون انزوليتور، يعني دايما التجارب بتاعتها بتتعمل عند الانزوليتور افضل. طبعا لو اتعمل كان كوندكتور ينفع، بس الكوندكتور هيسرب التشارج دي مش هنلاقيها. اما الدايناميك الكتريستي، دايناميك يعني متحرك، كهرباء متحركه بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فلو، فلو يعني انسياب او حركه اوف الكتريك تشارجز، ودايما بتحصل ان كوندكتور، ما ينفعش هنا تحصل في الانزوليتور بقى، لازم في المواد ايه، المواد الموصله كده زي السلك العادي بتاع الكهرباء، الكوبر، الالومنيوم، الحاجات دي. طب الستاتيك الكتريستي دي برضه عشان تتخيل كده معايا شبه ايه، عشان احنا ممكن نكون كلنا فاهمين الدايناميك بس مش عارفين الستاتيك. يعني الدايناميك الكهرباء اللي في بيتك، اللي مشغله الموبايل، اللي مشغله اللابتوب، الكهرباء اللي مشغله النور، كل الكهرباء دي ماشيه في اسلاك، فهي عشان ماشيه يبقى اسمها دايناميك. ماشي، يعني دايناميك الكتريستي كلها اللي شغاله، اللي مشغله بيوتنا. اما ايه الاستاتيك دي، انا مش شايفها، يعني ما احنا بنشوفها بس حاجه مؤقته ولحظيه في ساعات، زي حضرتك لما بتشوف البرق كده، البرق ده يعتبر استاتيك الكتريستي، لان بيحصل فريكشن فورس بين الكلاودز بطريقه معينه، ففي جزء من الكلاودز بيبقى بوزيتيف وجزء بيبقى نيجاتيف، يجي يقربوا لبعض تاني باي طريقه او يلمسوا بعض يحصل زي قفله، فيبقى في شراره كهربائيه جامده جدا عشان بيحصل تفريغ كهربي. ده الاستاتيك الكتريستي. الاستاتيك الكتريستي ممكن تحصل في التشارج العاديه بتاعت جسمك، لما انت تبقى لابس تيشيرت كده ناعم شويه او بلوست بوليستر، وتلاقي نفسك كده ايه جسمك مقشعر سنه، تيجي تسلم على حد تتكهرب، تيجي تلمس الحاجات تحس بساعات انت اتكهربت. دي استاتيك الكتريستي، وفي ناس جسمها عندها قابليه للاستاتيك الكتريستي اعلى من بعض الناس. يعني الالكتريك برماتيفيتي بتاعتها مختلفه.
يعني انا شخصيا، انا شخصيا كمستر عندي مشكله صغيره في الاستاتيك الكتريستي، يعني انا بكهرب الناس في الشتاء، يعني لما اسلم على اولادي بيتكهربوا بس كهرباء خفيفه، بس بيتخضوا وانا كمان بتخض، انا كمان يعني انا بتخض، معناه انا عارف بس انا بتخض. الجو لما بيكون شتاء ولو لبست اي حاجه فيها نسبه بوليستر على طول بكهرب الناس، لازم كل فتره المس الحيطه والمس الميه، الحيطه والميه بتفرغ الكهرباء للارض فما بحسش بيها. ناس كتيره اكيد زي مش انا بس عندهم مشكله شويه في الاستاتيك الكتريستي، لدرجه ان انا واحد صديقي بقى مش انا، لما انا كنت بحاول يعني اتعالج من المشكله دي لقيت حد تاني بقى اعلى مني بكتير، الفولت عنده رهيب. الحد ده كان واحده ست، وكانت بتقول لي ان هي بتعرفش تنشر الغسيل، تنشر بس، النشر الغسيل ده بيكهربها طول الوقت. فسبحان الله. يبقى كلمه السلك الكتريستي يعني accumulation of electric charge on the ايه on the insulator او المواد العازله اللي يكون فيها static electricity. اللي احنا بندرسه لحد دلوقتي ده معظمه في قوانين الاستاتيك الكتريستي، ان التشارج عندي واقفه والتشارج تاني جنبها واشوف الفورس اللي بينهم قد ايه. فاحنا بنتعامل مع حاجات سابنه ساكته، اللي التشارج مش بتجري من مكان لمكان، عماله تنتقل من مكان لمكان زي الايه اسلاك الكهرباء اللي موجوده في بيوتنا. طيب انا عايز بقى اعمل استاتيك الكتريستي، ازاي اعمل الكتريفيكيشن؟ الكتريفيكيشن يعني ايه؟ اخلي الجسم اللي قدامي ازاي بوزيتيف تشارج او اخليه زي نيجاتيف تشارج، ده اسمها ميثودز اوف الكتريفيكيشن. ماشي كده يا شباب؟ خاصه موضوع الديكينج بتاع البارتكل دي ممكن تلاقيها في الكيمستري اكتر شويه من الفيزيكس، عشان كده لازم اتاكد من الكلام ده ان هو 100% صحيح، ولكن دي هيتنافى مع القاعده بتاعت لو اوف كونزرفيشن اوف ايه اوف تشارج. اما بقى ان الميول نفسه او الماتيريال او البارتكل ده كان اساسا هو نيجاتيف تشارج اساسا يعني. ماشي؟ صح، بوليماس ضخم بس هو نيجاتيف تشارج، فعشان كده بتفك الالكترون. ميثود اوف الكتريفيكيشن، ازاي نعمل الكتريفيكيشن؟ كلمه الكتريفيكيشن يا جماعه يعني التكهرب، ازاي نخلي الماده متكهربه، يعني فيها بوزيتيف او فيها نيجاتيف. ماشي؟ قال لنا الطرق الرئيسيه ان انا اعمل الكتريفيكيشن بصراحه هم ثلاث طرق مشهوره. ماشي؟ ثلاث طرق مشهوره هنشرح منهم طريقه واحده بس النهارده بالتفصيل، وهنكمل الطريقتين التانيين بعد كده. بنقول ايه بقى ازاي اعمل الكتريفيكيشن؟ اول طريقه باي حاجه اسمها رابينج. رابينج ان انا اجيب قلم او اجيب مسطره واقعد اعملها رابينج كده، احتكاك بينك وبين او فريكشن طبعا بينك وبين هدومك، فده بتعمل الكتريفيكيشن. رابينج او بنسميها ايه فريكشن. عمليه الفريكشن دي اول طريقه للالكتريفيكيشن. في طريقه ثانيه اسهل باي تاتشنج، ان انا بعمل لمسه اصلا، بلمس حاجه مشحونه اساسا بالكهرباء. باي تاتشنج لما اشحن المس حاجه مشحونه فانا هتشحن انا كمان، او الاوبجكت اللي قدامي هيتشحن بنفس نوع الشحنه زي ما هنعرف بعد كده بالتفصيل، ونشوف باي تاتشنج ده يتم ازاي. نمبر 3 في طريقه ثالثه اسمها باي اندكشن، حاجه اسمها اندكشن. اندكشن على فكره يعني حث، او يعني انا بحثه او بشجعه، بشجع الماتيريال ان هي ايه، ان هي تبقى ليها تشارج معينه. هنا المكان ده مش عارف ليه اندكشن. احنا النهارده هنتكلم باي رابينج كده بالتفصيل حبتين. باي رابينج بص كده بقى معايا، يعني انا باخد مثلا قطعه كده من هاخد احتمالين، الجلاس مع اللود. الجلاس لو جبت ازاز، لوح ازاز او عصايه كده من الازاز وعملت لها رابينج مع السلك، السلك دي يا جماعه الحرير، ها سلك مع يعني حرير بالانجلش، يعني دي مش سلك اللي هو سلك كهرباء، لا لا ده هو سلك يعني حرير، يعني جلاس بتعمل له رابنج مع السلك. الجلاس لما تعمل له رابنج مع السلك، الجلاس بيتحول لبوزيتيف تشارج والسلك بيكون نيجاتيف تشارج. احنا اتفقنا ان التشارج بيحصل لها ترانسفير بس، احنا ما بنجيبش حاجه من بره يا ريس. يعني مجرد ما تعمل رابنج، يعني انت جبت مثلا قطعه من ايه من الحرير كده وعملت لها رابنج للجلاس، ماشي؟ اول ما تعمل رابنج تلاقي الجلاس على طول بقى بوزيتيف، يعني بيفقد التشارج بتاعته، بيفقد التشارج، بيفقد الالكترون، بيعمل لوز للالكترون فيبقى نيجاتيف. يبقى ده اللي بيتحول لبوزيتيف هو اللي بيعمل لوز الكترون، والتاني عمل ايه السلك عمل جينز الكترونز وعشان كده اتحول لنيجاتيف تشارج. يبقى انا لو عايز اخلي حاجه بوزيتيف اجيب جلاس واقعد اعملها رابنج مع ايه، مع ماده حرير. طب ايه تاني؟ في ماده تانيه مشهوره اسمها ايبونايت، ايبونايت او بيسموها هارد رابر. لو شفت كده في سؤال كلمه هارد رابر هو برضو الايبونايت. يعني ايه؟
يعني عامل زي كاوتش العربيه كده. كاوتش ماده كاوتش العربيه ده اسمه رابر. لما بيكون هارد يعني ناشف شويه، الهارد رابر او الايبونايت بتعمل له رابنج مع وول اللي هو مع الصوف. طيب هنا بقى بيبقى الحاله العكسيه، الايبونايت اول ما تعمل له رابنج الايبونايت ده بيسحب الالكترون من اي ماده تانية فبتحول لنيجاتيف تشارج، اما الوول بيكون بوزيتيف تشارج. الايبونايت يشبه المشت، عارفين المشت، المشت البلاستيك بيبقى ايبونايت، بيبقى شبه ماده الايبونايت، بيكون بيتعمل نيجاتيف تشارج. يبقى المشت لما تعمل بيه رابنج بيتحول لنيجاتيف تشارج بس يكون بلاستيك ما يكونش خشب، اما الوول اللي هو الصوف ماده الصوف هنا بيكون بوزيتيف تشارج. ده بقى بيختلف على طول تايبس اوف ماتيريال على حسب انواع الماتيريال، بس ده دايما اللي انت هتشتغل عليه كاكزامبل مشهورين، ازاي اعمل بوزيتيف ازاي اعمل نيجاتيف. يبقى هنا الموضوع هيكون عكسي، هجيب عصايه كده من ماده الايبونايت او الهارد رابر واعملها رابنج مع مين؟ مع الوول، ده الصوف بتاعنا وده الايبونايت. الايبونايت بتحول ايه قلنا؟ بيبقى نيجاتيف يعني بيسحب الالكترونز، اما الثاني بيفقد الالكترون اللي حيلته وبيتحول لبوزيتيف تشارج. ماشي؟ هيبقى ماشيين بالايه؟ ماشيين بالعكس بالشكل ده. واضح كده يا جماعه الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ يبقى الوول هنا هي ايه؟ هيفقد ويبقى لوزز الكترون، وده هيكون ايه يا شباب؟ هيكون خلايا نمبر 5، هيبقى الوول هيبقى يتحول لبوزيتيف تشارج. ايه واضح كده يا شباب؟ حد عنده مشكله في الكلام التافه ده؟ كلام بسيط لازم تحدد. ماشي؟ واحد بيقول يا مستر في جداول حاجه لوحده يعني نيوترال ما فيهوش تشارج، المواد اللي حوالينا كلها المفروض نيوترال، انت اللي بتعمل التشارج في حاله الرابنج. ماشي؟ يعني انا جسمي المفروض نيوترال، لما بلبس التيشيرت والتيشيرت بيعمل رابنج بجسمي، التيشيرت بيروح ساحب التشارج يتحول نيجاتيف وانا ببقى بوزيتيف، لكن انا في الاصل كنت نيوترال. يا عيني ما كانش ليه علاقه بالقصه دي خالص، مش انا بس، اي حاجه في الدنيا بتتشحن هي في الاصل كانت نيوترال واتشحنت بقى بسبب رابنج، بسبب تاتشنج، بسبب اندكشن، زي ما احنا قلنا الاسباب المختلفه. ماشي؟ ده اكسبيرمنت مشهوره جدا الناس بتعملها مع البلاستيك، بلاستيك كام، عارفين كام دي اللي هو المشت ده، ونفس الفكره اللي انت بتعملها، بس المشت بقى في شويه كده قاعده عايزك تعرفها. المشت ده بيكون الاول نيوترال، والورق الصغير برضو بيكون الاول نيوترال هو كمان. لو قعدت اعمل رابنج بالمشت بعد شويه هي المشت ده زي الايبونايت هيكون ايه يا شباب؟ هيكون نيجاتيف. المشت عامل زي الايبونايت، الايبونايت اتفقنا بيكون ايه؟ بيتحول لنيجاتيف تشارج، لانه البلاستيك شبهه بالظبط. طب ده لما بيكون نيجاتيف تشارج بيعمل اتراكت ليه للورق الصغير؟ مع ان الورق هنا مش بوزيتيف، الورق ايه يا شباب؟ نيوترال. ايوه، ما النيوترال ده مختلف، يعتبر بالنسبه لنا انلايك، يعتبر مختلف عن النيجاتيف، فبيعمل اتراكشن، بس اتراكشن لمده وبعدين يفقد الاتراكشن فورس. ليه؟ بص هشرحها لك كده بحته ورق، دي حته ورق يا شباب. الورقه دي نيوترال، عارف يعني ايه نيوترال؟ يعني فيها بوزيتيف، حاجات بوزيتيف وفيها حاجات نيجاتيف، بس يكونوا قد بعض، نيجاتيف وبوزيتيف ايكوال بالظبط. ماشي يا شباب؟ طب وبعدين؟ هقرب لها ماده ثانيه. الماده دي كانت ايه؟ كانت كلها نيجاتيف، فبتعمل ايه في الورقه الصغيره؟ بتخلي مجموعه البوزيتيف تقرب في الاتجاه ده، فتلاقي التشارج جوه تعيد ترتيبها، ترتب نفسها. تلاقي المجموعات كلها البوزيتيف راحت هنا، البوزيتيف بيحب يروح ناحيه النيجاتيف، والنيجاتيف بعيد. فده يخليها ايه؟ تخليها يبقى في فورس، في اتراكشن فورس، فتقرب وتلزق في المشت. بس شويه كده بيبقوا كلهم نفس التشارج، بيحصل توزيع للنيجاتيف تشارج على الجميع. فبعد شويه تلاقي الورق وقع من الايه؟ الورق بدا يقع من المشت، مش هيفضل لازق فيه للابد. واضح كده يا شباب؟ طيب هنخش يا جماعه على اوكي، نخش بقى على مجموعه ايه؟ مجموعه ثانيه. يبقى دلوقتي عشان اعمل الكتريفيكيشن محتاجين ايه؟ محتاجين نعرف. طب نشوف سيد. طيب اتفضل يا سيد. سيد او سعيد مش عارف. سيد ايمن. سيد سعيد، اتفضل يا سيد. بس كنت عايز اتعش اللي تشارج بيحصل له ترانسفير من مكان لمكان. دلوقتي يا شباب بنخش في موضوع تاني تكمل الموضوع، الكتريك فيلد لاينز. الكتريك فيلد لاين، نعرف ايه الالكتريك فيلد والخطوط بتاعت الالكتريك فيلد دي شكلها عامل ازاي وهي اشكال بتعبر عن ايه واقدر اطلع القيمه بتاعتها ازاي. ماشي؟ يبقى الالكتريك فيلد ليها الكتريك فيلد لاين بتعبر عنها. ماشي؟ طيب الاول نشوف كلمه الكتريك فيلد لوحدها عباره عن ايه. الكتريك فيلد سميناها الكتريك فيلد انتنسي لو انتوا فاكرين، وكان ليها سيمبلز
اي. هناخد الالكتريك فيلد الاول من غير اي، الالكتريك فيلد من غير كلمه انتنسي. كلمه فيلد يا شباب، عارفين لما انت ربنا يكرمك كده ان شاء الله وتشتري فيلا، حوالين الفيلا يبقى في جنينه، الحديقه اللي حوالين الفيلا دي بيسموها فيلد. يبقى الفيلد المنطقه اللي حوالين اي اوبجكت، هو ده معنى كلمه الكتريك فيلد. يبقى الكتريك فيلد عباره عن ايه؟ عباره عن هي الاريا اراوند ذا تشارج. لو عايز تتخيلها احنا خدناها قبل كده في الجرافيتيشنال فيلد، يعني الارض اللي ربنا خلقها لنا في منطقه فيها جرافيتي حواليها. المشوف منطقه كانك بالظبط في بيت وحواليك ايه، مزرعه كبيره. اهي المزرعه دي بقى هي الفيلد بتاعتك، بس دي الجرافيتيشنال فيلد حوالين الارض، اسمها اللي حوالين الارض اسمها جرافيتيشنال فيلد، لكن حوالين التشارج اسمها الكتريك فيلد. مفهوم كده؟ وحوالين الماجنت بالمره اسمها ماجنتيك فيلد. ما احنا فاضيين بقى، هي نفس الكلام بالظبط، كلام متكرر. يبقى الاريا او السبيس اراوند ذا تشارج هنسميه دايما ايه؟ الكتريك فيلد. طيب في اكسبريشن تاني الكتريك فيلد برضه، بس الكتريك فيلد انتنسيتي. الكتريك فيلد انتنسيتي يا ريس، ده بقى السيمبل بتاعه اسمه ايه؟ في الاسئله ساعات يكتبوا الكتريك فيلد واسكتوا، بس خلاص لو قال لك احسب الكتريك فيلد يبقى اكيد هتحسب الكتريك فيلد انتنسيتي. دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن الكتريك، ركز بقى معايا في الديفينيشن بتاعه، الكتريك فورس، هي عباره عن فورس اكتنج اون 1 كولوم. الفورس اللي بتاثر على تشارج قيمتها 1 كولوم. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني الكتريك فيلد دي ممكن تبقى عباره عن فورس ديفايدد تشارج. لو التشارج كانت 1 كولوم ساعتها يبقى الاي قد الاف، عشان كده القانون بتاعها اتفك الايه لكونستنت، كنت هكتب جي، طبعا هنا ما فيش جي، هتبقى كي كيو اوفر اي اوفر ديستانس باور 2. طيب ايه كمان؟ الالكتريك فيلد ليها حاجه كمان اسمها الكتريك فيلد لاينز، دي بقى الحته الجديده. ماشي، الكتريك فيلد لاينز. اولا هي خطوط بنرسمها، خطوط وهميه يعني احنا مش شايفينها بعينينا، بس في افكت بيأثر بيها، في دليل على وجودها، يعني زي الجرافيتيشنال فيلد. انا مش شايف الجرافيتي بعينيا، بس لما برمي حاجه بتقع على الارض بسبب الجرافيتي فانا عارف ان في جرافيتي. برضه الالكتريك فيلد نفس الكلام، انا مش شايفها بعينيا بس في افكت بتأثر. لو حطينا بص في تشارج او نيجاتيف تشارج في مكان معين بلاقيه يتحرك، يحصل له اتراكشن ريبالشن، دليل على ان وجود خطوط وهميه بنسميها الكتريك فيلد لاينز. ممكن اكتبها بخط عدل شويه، ما كان خط حلو زمان بس مش عارف ايه اللي حصل. الكتريك فيلد لاينز، ماشي يا شباب، هي عباره عن خطوط وهميه. يبقى عباره عن ايه؟ بيسموها كده imaginary، جاي من كلمه imagine، lines. دايما بتبقى from positive charge to negative charge، يعني اتجاهها دايما خارج من positive رايح ناحيه negative، from positive to negative. يعني لو تخيلت كده ان انا عندي plate، كبليت يعني حته طويله كده كلها positive charge، وفي الناحيه الثانيه بليت برضو بس كلها نيجاتيف تشارج، دي نيجاتيف تشارج ودي بوزيتيف تشارج، وعايز ارسم الالكتريك فيلد لاين بينهم. ببساطه شديده جدا هترسم الخطوط طالعه من البوزيتيف رايحه ناحيه النيجاتيف، يبقى البوزيتيف تبقى اوت وورد والنيجاتيف ان وورد، من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف، ماشي كده بالشكل ده. طب لو حبيت ارسم الخط هنا ينفع؟ ايوه، بس النيجاتيف دايما بيكون ان وورد، النيجاتيف ده طماع بيسحب الالكتريك فيلد ناحيته في الاتجاهات بتاعته. طب البوزيتيف هنا هيبقى ايه؟ لبره، احنا قلنا البوزيتيف كله لبره. اتلخبطتوا في الرسمه ولا باينه يا شباب؟ باينه الرسمه دي بالنسبه لك؟ يبقى الاتجاه هنا من البوزيتيف للنيجاتيف، الخطوط هنا خارجه من البوزيتيف، يعني البوزيتيف دايما بيكون اوت وورد والنيجاتيف بيكون ان وورد. طب لو رسمنا البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده، اهي دي بقى الرسمه اللي موجوده في الكتب، بيرسم لك البوزيتيف كده لوحده والنيجاتيف لوحده. البوزيتيف هنا ايه؟ اوت وورد، خطوط طالعه لبره، والنيجاتيف بتبقى ان وورد، يبقى دي بتبقى اوت وورد يعني اوت اوف ذا تشارج، وهنا هتبقى ان انتو ذا تشارج. احسن حاجه انك تبقى انتو ذا تشارج، انتو ذا تشارج، وهنا اوت
out the charge. طب هو ممكن يجي لي سؤال في الحته دي يعني مثلا؟ ايوه بيجي لك السؤال ازاي؟ يجيب لك رسمه فاضيه اصلا وانت تحدد بقى مين بوزيتيف ومين نيجاتيف يا ريس. يعني كتير جدا من الاسئله شفنا راسم لك كوره كده كوره فاضيه ماشي؟ كوره فاضيه ويقول لك بقى التشارج دي بقى كيو وعامل لك شويه خطوط بس محدد لك الاتجاه، عامل لك مثلا اتجاه كله لبره، خلاص كده عرفت لما الاتجاه طالع لبره يبقى ده بوزيتيف، لو داخل لجوه يبقى نيجاتيف. صعبه دي يا شباب؟ يبقى الانتو هيكون نيجاتيف والاوت هيكون ايه يا شباب؟ هيكون بوزيتيف. في مشكله كده يا شباب ولا ايه؟ طب يا رب ما يكونش في مشكله. طب افرض بقى البوزيتيف لزق جنب النيجاتيف، الخطوط دي هتبقى نفس الشكل؟ قال لك لا يا بطل، الخطوط مش هتاخد نفس الشكل، هتاخد الشكل الامور ده. لو لقينا بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج هتلاقي القواعد اللي قلنا عليها شغاله صح برضو، الخطوط كلها طالعه من البوزيتيف رايحه مين؟ للنيجاتيف. ده اتجاه ايه ده؟ ده اتجاه الالكتريك فيلد مش اتجاه الالكتريك فورس. يا رب الناس تكون مصحصحه. تاني معلش هقولها هنا تاني، هقولها هنا تاني، يا رب ما حدش يغلط في دي. لو انا تعاملت مع كوره واحده بوزيتيف وكوره واحده نيجاتيف ماشي كده؟ وقلت لك ايه اتجاه الفورس اللي بينهم؟ هتقول الفورس اتراكشن، اتجاهها كده ودي اتجاهها كده، ده اتجاه مين؟ ده الدايركشن اوف فورس، ده كده فورس دايركشن. وبالتالي كلنا عارفين، عارفين الفورس دايركشن دي ما فيهاش يعني ما فيهاش مشاكل، حلينا عليها كتير. لكن لما ارسم لك نفس السؤال واقول لك ادي بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا وطلع لي اتجاه الالكتريك فيلد مش الالكتريك فورس، الموضوع مختلف. ساعتها تقول لي فين؟ في انهي نقطة؟ على حسب، انا ما اعرفش. اتجاه هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير اي حته، كل حته ربنا يكرمنا بيها يعني. طب انا لو واقف هنا التريال فيلد بالنسبه للبوزيتيف، اتفقنا البوزيتيف طالع لبره يبقى اتجاهه كده. طب انا واقف هنا اتجاه النيجاتيف ايه؟ داخل لجوه يبقى اتجاهه كده. طب انا واقف هنا اتجاهه جاي منين؟ خارج من البوزيتيف ناحيه النيجاتيف يبقى كده برضو. الله، دي الدايركشن بتاعت ايه؟ دي الدايركشن بتاعت الالكتريك فيلد، يبقى دي اسمها الكتريك فيلد دايركشن. ودي اكتر حته بتتوه بقى النهارده، يعني يمكن انا في فرق يا جماعه تاني بين اتجاه الفورس واتجاه الالكتريك فيلد. اتجاه الفورس ما فيهوش اي مشكله، بوزيتيف مع بوزيتيف ريبلشن، بوزيتيف مع نيجاتيف اتراكشن، زي ما اتفقنا وقلناها 5000 مره وعملنا لها ايه؟ بيدج كامله اهي. دي كلها اتجاهات ايه دي؟ دي الدايركشن بتاعت الفورس، يبقى دي فورس دايركشن، كل دي اسمها فورسز دايركشن. يعني انا ممكن اتاكد دي اسمها اف مثلا، دي اسمها اف، كل ده اتجاه بتاعت ايه؟ بتاعت الفورس، مش اتجاه الالكتريك فيلد. اتجاه الالكتريك فيلد يا ريس لازم تحدد لي النقطه انت فين عشان من خلال البوينت هعرف اتعامل مع السؤال وهعرف احله واشوف ايه حكايته بالظبط. يبقى بص انا بروزها لك تاني، الدايركشن دي بتاع الالكتريك فيلد دايركشن، الدايركشن دي اللي احنا عارفينها بتاعت الفورس دي قديمه خلاص، دي خلصنا منها ما فيهاش مشاكل. لكن لما اقول اتجاه الالكتريك فيلد فين؟ لا لازم اعرف انا واقف فين اصلا. ولما واقف فين دي؟ في النقطة اللي واقف عندها أشوف أنا متأثر بالفورس بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، بتقرب ولا بتبعد. هقول لك إكزامبل عليها يفهمك أكتر، وبعدين تقول لي أنت فهمت ولا لأ، ماشي؟ فأحد الأسئلة مرة قال له إيه؟ قال له أنت عندك بوزيتيف تشارج هنا وعندك بوزيتيف تشارج هنا، يلا إن شاء الله ما حد حوش. وهنا عندك بوينت في النقطة دي. عايز الدايركشن، ركز معايا، بتاع الريزلتنج بتاع الإلكتريك فيلد. عايز نت، ماشي؟ اكتبها لكم كده على بعضها، دايركشن، عايز يحسب يعرف ايه الدايركشن اوف نت فيلد، الكتريك فيلد مش الكتريك فورس، خلي بالك الكتريك فيلد. لان الكتريك فيلد هنا هيختلف عن الفورس، السؤال ده ما كانش ينفع يجي على الفورس، لان الفورس هنا هيبقى بين الاثنين دول كان هيبقى اتراكشن، كان هيبقى سوري ريبالشن وخلاص، كان بص وبص بقى ريبالشن، لكن ماليش علاقه بالنقطه اللي فوق دي. يبقى في النقطة دي ممكن يختار لك أي نقطة عشوائية ويقول لك احسب لي بقى اتجاه الإلكتريك فيلد ماشي ازاي. طب أنا مش عارف هو ماشي ازاي دلوقتي، أعمل إيه؟ والله هقول لك على سؤال برضه هنحله، بس هحل السؤال ده الأول نفهم منه ونشوف إيه مين ما فهمش، ماشي؟ بص يا بطل، تمسك النقطة دي وتركز على واحد بس، سيبك من التاني، كان التاني اللي مش موجود، امشي يا تاني، كان مش موجود. أنا دلوقتي بيني البوست بيعمل إيه؟ اتجاه الإلكتريك فيلد إن ولا أوت؟ البوست خارج لبره، يعني كأنه بيطرد دي لبره، ولا تطلعي بره.
دي اسمها اي، هسميها اي بقى مش اف، ها هسميها اي 1. طب الكيو دي يا جماعه ممكن تبقى اسمها كيو 1 عشان خاطري، ودي اسمها كيو 2. عرفت اي 1 هجيبها منين؟ اي 1 ده اتجاهها كده على نفس الخط ده، بس ماشي ايه لبعيد اوت وورد. مش احنا قلنا كده ان قلنا البوزيتيف اوت، ولا ما قلناش كده؟ البوزيتيف خارج لبره، الخطوط كلها خارجه لبره، ماشي. طب نكمل. النيجاتيف الناحيه الثانيه ايه؟ بوزيتيف برضه مش نيجاتيف. تعالى بقى، كان الثاني مش موجود، الثاني ده كانه ملوش وجود، هيبقى على نفس الخط بين الاثنين كده، بس ايه اوت وورد طالع لبره، ده يسميه اي 2. يبقى الاتجاهنا الريزلتنج بتاعنا لا هو اي 1 ولا هو اي 2، هيبقى خط بين الاثنين يا معلم، صح؟ كانك بتكمل بايسيكل سيرم، هي ده الاي نت اللي انا عايز اعرفه. طب معلش حساباتها بتيجي ازاي؟ عايز اعرف الاي نت. والله الاي نت هنا بايسيكل تقدر تحسبها بالكوزاين رول، شوف الانجل دي كام؟ لو 90 لو اي رقم تحسبها. لكن المشكله في اي 1 واي 2 اجيبهم منين؟ ركز بقى معايا في القانون ده. اي 1 هيتحسب بالقانون ده كده، كي ذا كونستنت، كيو 1 عشان انا بتكلم على كيو 1 هنا، اوفر distance power 2 اللي هي المسافه دي بقى كده هسميها r، ودي هسميها r لو افترضنا ان هي نفس الديستنس. e2 هيتحسب بنفس القانون، هتبقى k بس q2 over distance power 2. يبقى لما اجي احسب الالكتريك فيلد عند اي بوينت اقدر اتعامل مع كل ايه؟ مع كل نقطه لوحدها، واشوف النقطه دي مأثره عليا ازاي، واشوف الدايركشن عامل ازاي. هستأذنكم حل سؤال واحد في الحته دي، وبعدين نرجع نشوف الاسئله بتاعتكم. لو السؤال ده موجود في سيرواي وجي في الامتحانات عندنا، هو نفس السؤال بالظبط، يعني هم خدوه كوبي بيست بصراحه جزاهم الله خير، ساعات بيسهلوا علينا كتير كده لما ياخدوا كوبي بيست من السؤال. يا بطل الابطال، هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف، ماشي؟ وبيقول لك يا بطل على حسب الرسمه اللي انت شايفها دي، عند النقطه دي النت الكتريك فيلد، بيتكلم على الكتريك فيلد مش الفورس، خلي بالك، عايز الالكتريك فيلد ات ذيس بوينت اتجاهها عامل ازاي؟ يعني لازم وانت بتقرا السؤال لو سمحت اوعى تحوله وتقراها فورس، هتبقى الدنيا كارثه، لان عند النقطه دي مفيش فورس، الفورس بين الاثنين دول كانوا اصلا اتجاههم كده وكنا خلصنا اتراكشن، مفهوم كده؟ لكن عند النقطه دي لا، ده عايز يحسب الالكتريك فيلد هنا. هديكوا دقيقه تفكروا، اوكي؟ يلا شباب دقيقه تفكروا، مش هتكلم خالص، لو عرفت توصل لحاجه ربنا يكرمك، يعني اكتب لي في البرايفت شات طمني. ما عرفتش وغلطت ما تتخضش على نفسك، احنا كلنا بنتعلم، ماشي؟ كلنا بنتعلم، ما فيش اي مشكله خالص. بس يقول لي الاختيارات، يقول لي بس اختيار ايه ولا بي ولا سي ولا دي وخلاص، اوكي؟ فانا هبدا ازاي؟ هبدا معاك دلوقتي بخطوه خطوه كده بالراحه وهتفهمها ان شاء الله. انت هتبص للنقطه دي بالنسبه للبوست بتشارج، سيبك من ده كانه مش موجود، امشي يا بوست بتشارج خالص اهو، يلا احنا بوظنا الدنيا. ده بالنسبه لده ايه؟ ده بوست بتشارج، هيبقى بالنسبه له ايه؟ اوت وورد، طالع لبره، يعني بيقول له اطلع بره يا كلب كده يعني. ده كده الاي هسميها اي 1. اتجاه يا جماعه يكون على نفس الخط بقدر الامكان، يعني يكون شكله عدل يعني، خلاص على نفس الخط. وبعدين تمسح الشربطه دي بقى، وممكن تنقلها هناك لو انت عايز، انسى ده بقى دلوقتي. ده متاثر مع ده، بس هيبقى انورد ولا اوت وورد؟ مش هقول اتراكشن وريبالشن، هقول يا اما ان ويا اما اوت. النيجاتيف طماع، بيسحب البوينت ناحيته، يبقى ده على نفس الخط كده، هيبقى اتجاهه كده، هيبقى ده اي 2 كده بقى. متهيألي كلنا عرفنا الاجابه، صح؟ يبقى النت فين بقى؟ لو ممكن لو عندك اتجاه كده واتجاه كده، لو ده كان مثلا اي 1 وده اي 2 كده انت فهمت، المفروض اكمل الرسمه كانها باراليلوجرام او سكوير او اي شكل، ويبقى دي الايه الاجابه بتاعتك، هتبقى ده النت فورس، هيبقى الاجابه فعلا ايه زي ما كتير من الطلبه جاوبت. انا مش عايز اقول لك بقى، واضح الكلام ده يا شباب؟ طب لو حد ليه سؤال بقى يرفع ايده. بعد الكلام اللي قلته ده انا بقطع حاجات يا جماعه من الريكورد عشان ما حدش يتخض لما الاقي ريكورد صغنطوط، ها؟ شلنا كل الكويزات، شلنا كل الكلام الخارجي بقدر الامكان يعني. بنجيب الاسئله كمان في اي حته وخلاص. تيجي نصعب الليفل بتاع السؤال ويبقى اخر سؤال النهارده؟ يلا يا جماعه، سؤال في يعني الليفل الوحش، يا رب نعرف نحله. بس انا فاتح الريكورد، ها؟ اتفضل يا احمد. ماشي يا استاذ، الصوت كده مظبوط؟ اه ده زي الفل. خلاص ماشي.
هي طالما الفيلد هيبقى زيرو لازم تكون الفيلد اللي بيسحب ناحيه الكيو دي نيجاتيف، عشان هو كده كده هيعمل ايه بوينت اوت صح. عند البوست اللي هي بوست 2 سي. ثواني هوضح بس الحته دي يا ابو حميد، ثواني يا ابو حميد اوضح الحته دي. عند النقطة دي يا جماعة انت عارف ان في فيلد بتسحب بتطلعه لبره بتاعت مين؟ بتاعت البوستيف، البوستيف اوت وورد، وعشان يطلع زيرو لازم يطلع في فيلد تاني هسميه فيلد مثلا نمبر 2، لازم يكون قد ايه بالظبط، ولازم يكون ايه يا بطل؟ يكون عكسه، لازم يبقى كده، لازم الاي 2 تبقى كده، يبقى ده مستحيل يكون الا نيجاتيف. طب ما اصلا الاختيارات كلها نيجاتيف، بس احنا بنأكد ان الاجابة هنا لازم تطلع الكيوب النيجاتيف. يلا يا بطل دي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية. طيب الفيلد بتاع البارتكل الاولانيه اللي هي بوزيتيف 2 سي هتبقى اي ايكوال، ثواني اكتب القانون بتاعك، اي 1 هتبقى عباره عن كي ها في 2 هنخلي دي اسمها كان دي اسمها 1 ودي اسمها 2 ماشي، ملتبلايد كي 1 معلش اكتب القانون بس الاول اوفر اي اوفر ديستانس باور 2. نكتب بقى الارقام 9 ملتبلايد 10 باور 9 لازم مش هيحتاج كتير مش هنحتاج، طب خليها كي طبعا عشان ما تزعلش. يلا يا بطل كنسل اصلا كنسل صح، برافو عليك. يبقى كي الكيو هنا بكام بقى؟ كي 1 بكام؟ كي 1 ب 2 صح؟ والار سكوير ايكوال 4 اللي هي 2 سكوير. تمام، ارتب بس الكلام ده عشان يبقى شكله اشك شويه، هيبقى كي اوفر 2 اوفر 2. طبعا انا افترضت يا جماعه ايه عشان الناس تبقى فاهمه، ثواني كده، افترضت ان كلمه 1 هنا اللي هي كي 1 يعني دي كان دي كي 1 وكأن الحته دي اسمها كيو 2 وانا شغال بس عشان ابقى فاهم. يلا يا بطل قول لي بقى الاي 2. الاي 2 الاي 2 برضو لازم تبقى ايكوال كي اوفر 2. تمام، بس انا اكتب الرول بتاعها لوحده الاول عشان ما انساش. يلا قول لي بقى كي ملتي بلايد كيو 2 بكام؟ ما اعرفش الكيو 2 اللي احنا طلعناش، اللي هي كيو ملتي بلايد ديستنس باور 2. ديستنس هنا كام بقى؟ 4 تبقى 16. 16 اللي انا يا جماعه بقيس المسافه بين الاكس لحد الكيو 2، المسافه دي عباره عن 4، 4 باور 2 16. طب دي مش هينفع بقى ارتبها، هي كده مترتبه وزي الفل، يبقى كده ده الايه؟ ده الاي 2 لازم يكون ايكوال كي اوفر 2. يبقى لازم عندي تمام اي 1 ايكوالز ايكوالز اي 2 لازم يكون ايكوالز عشان يطلع التوتال بزيرو. حلو، طبعا لما نساوي بقى الكلام ده يبقى كي كيو over 16 equals k over 2. انا كتبت 2 قبل 1 مش مشكله، ادي 2 وادي 1 عشان ما نزعلش. كانسل بقى يا بطل ده مع ده وده مع ده، متهيألي هيطلع 8 صح كده؟ ايوه كيو هيطلع ايه يا شباب؟ هيطلع 8 كولم بس بالنيجاتيف زي ما احنا متفقين. شكرا يا بطل، شكرا. يبقى احنا عرفنا النيجاتيف الاول في موضوع ان هو يطلع التوتال يطلع زيرو، حسبناها ازاي؟ بص يا بطل طلعنا كي اي 1 واي 2 لازم يطلعوا ايكوالز، لازم يطلعوا ايكوال عشان يكنسلوا بعض ويطلع التوتال بزيرو. طيب عملنا الاي 1، الاي 1 عباره عن كي ملتبلايد كي 1، كي 1 هنا اللي هي كان قيمتها 2 كولم، فعملت 2 كولم اوفر ديستنس باور 2، المسافه بين الاكس وبين الكي 1 عباره عن 2 متر بس، فيبقى 2 باور 2 4. عملنا لها سمبليفاي طلعت بالمنظر ده. الاي 2 عباره عن كي ملتبلايد كيو 2، كيو 2 اصلا بكام؟ كيو 2 معرفهاش فعملتها كيو كابيتال اللي هو كاتبها اصلا كيو كابيتال. ملتبلايد كام؟ ار باور 2، المسافه كلها بقى المره دي بقت ايه؟ بقت 4، 4 باور 2 ب 16. هنساوي ده بده ونكنسل الحاجات المتشابهه، هيطلع لك الكيو لازم يطلع 8، بس احنا اتفقنا بيكون بالنيجاتيف عشان اوبوزيت دايركشن. بالتالي اتفهمت شويه يا جماعه؟ طمنوني كده في البرايفت بس عشان ده بيفرق معايا كتير. بيقول لك ايه؟ if the distance between the two point charges is tripled، يعني نقطتين المسافه بينهم زي تريبل، the mutual force between them هيزيد ولا هيقل؟ مش عارف. بيقول لي المسافه زادت، زادت تريبل يعني ثلاث مرات، ها هيبقى الفورس هي ايه؟ هيقل صح؟ هيقل بقى كام؟ يلا يا جماعه الناس ما بتحلش ليه في البرايفت شات؟ دي سهله، ده الحاجات العاديه بقى. تمام 1 اوفر 9 هتقل 1 اوفر 9، يا اما تفكر نفسك كده وتقول ان الفورس انفرسلي بروبورشنال مع الديستانس باور 2، ولو عايز تكتب مكان الديستانس دي تريبل باور 2 فيطلع 1 اوفر 9، يبقى كده الاف هتقل 1 اوفر 9 ماشي. سؤال كمان بيقول لك find the force between the two column ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 column separating between the distance 1 meter in newton. والله يعني السؤال ده غيتت شويه، فاحنا نعمل ايه؟ ليه غيتت يا مستر؟ ده سهل ده مباشر. لا في مشكله في السؤال ده عايزك توضحها، نوضحها مع بعض.
الاف لما تحسبها هتبقى كي اللي هي 9 مالتبلايد 10 باور 9 مالتبلايد كي 1 اللي هي 2 كي 2 بقى بكام؟ ب 1 ما تكتبليش نيجاتيف 1. يبقى احنا دايما بنحسبها بالابسوليوت فاليو، مع ان الاختيارات هنا حاطط لي فيها نيجاتيف عشان يلخبطك. الفورس بنحسبها بالابسوليوت فاليو، والديستانس اللي هي 1 باور 2 يعني 1 ما فيهاش مشكله. احسب بقى القيم دي هيطلع لك 18 مالتبلايد 10 باور 9 باور 9 ولا 6 مش عارف هو 6 دي جت منين. ده يبدو ان هي كلها فيها غلط اصلا. لا يا جماعه ما فيهاش 6 متهيألي دي، لا دي غلط. ما فيهاش اصلا الكلام ده. يبقى الاجابه الصح المفروض تبقى كده، بس هنعدل السؤال معلش ونخليه ايه باور 9. المفروض كل الاختيارات دي كلها باور 9. انا مش شايف حاجه تنفع تكون باور 6 دي خالص الا لو في يونت مختلفه، حتى اليونت هنا بالمتر صح وكله مظبوط. يبقى بس ايه في غلطه هنا، المفروض كل الارقام دي يبقى بالنيجاتيف. اوكي فور ذا تشارج كي 1 ذا افكت اوف ذا تشارج كي 2 كي 1 ويل بي، يعني لو في تشارج كي 1 اثر بفورس على كي 2 هو الفورسز عند بعض ولا عكس بعض ولا ايه حكايتهم؟ الاثنين دايما نفس القيمه بس عكس بعض على طول، يعني لازم تختار الاختيار بي يا بطل. ده عكس بعض ازاي يا مستر؟ طب انا عندي بوزيتيف ونيجاتيف عكس بعض، اتراكشن شباب تجاوز ازاي؟ شمال وده يمين. طب يا مستر ده نيجاتيف وده نيجاتيف، هتلاقي ده يمين وده شمال برضه. يعني دايما اتجاهات الفورس ان ذا اوبوزيت دايركشن بتوين تو تشارجز على طول، سواء اتراكشن او ريبالشن دايما عكس بعض، ماشي؟ فبنختار الاختيار ده. تمام يا رجاله؟ كده احنا خلصنا شغلنا النهارده. حد كان عنده ازمه كبيره؟ في حاجه انا يعني بقولها لكم دايما وبتنسوا، بسيب لك اكسرسايز، يعني سيب لك البيج دي كده اكسرسايز تاني. هي يعني حاجات سهله، ودي اكسرسايز ولا ده حليناه؟ احنا السؤال ده حليناه صح؟ وتقريبا ده حليناه بس هفكر فيه عشان ممكن يكون مختلف. وشويه اسئله كده متجمعه كويسه هتفيدك برضو وضرب نفسك عليها في اللي احنا درسناه النهارده كله كده، وان شاء الله يكون سهل جدا وبسيط باذن الله. خلاص كده يا شباب؟ مصطفى اتفضل يا مصطفى، عايز ايه؟ السؤال اللي هو في صفحة 38 تاني عشان انت فصل عندي، ما احنا مسجلين السيشن يا بطل.